بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في جزيرة لانكاوي ماليزيا، نصور لكم غرفة من نوع سويت، جناح عائلي، سويت اكزيكتيف سويت. فندق سنتري بيتش ريزورت، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. السويت هذا هو يعتبر إطلالة كاملة ومباشرة على البحر. هذه هي الإطلالة. فندق سنتري بيتش طبعا تكون متصلة مع غرفة أخرى جزئية مع البحر. هذا باب الاتصال مع الغرفة الأخرى. غرفة واسعة وكبيرة جدا من شاشة التلفاز. هنا أيضا إطلالة أخرى للبلكونة. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا دورة المياه. ملاحظة، لا يوجد شطافات في هذا الفندق. التصوير كان في نهاية 2015 بداية 2016، مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.